يا كابتن خالد، بخصوص عقد احمد عيد، عشان بس ما نعديش على النقطه دي، يا ريت العقد ينشره لنا الاستاذ كريم حمدي. انا بعته له دلوقتي. ماشي، ادي العقد اهو، على ما هو يبتدي يحضره عقد اتفاق بين نادي الزمالك ونادي. بيطلعوا يقولوا الكلام للناس كده. ما انا هقول لك اهو. اهو يا جماعه، اهو الناس بتصدق. المشكله عشان الناس منتشر على السوشيال ميديا، وطلع برضه رئيس النادي ومش عارف المشرف العام قالوا هذا الكلام. طب ادي العقد اهو، اقرا البند الثالث. ماشي، التالت. الخاص باحمد عيد. وافق نادي الزمالك الطرف الثاني على اعاره اللاعب احمد عيد محمد لمده موسم واحد 2022-23 لنادي انبي الطرف الاول. وبعد كده دخل البند الرابع على مصطفى شلبي. وبعد كده مضى طرف اول نادي انبي الرياضي، وطرف تاني نادي الزمالك. مفيش اي شرط جزائي. العهد قدامك اهو. انا قلت، ما انا قلت لكم يا جماعه، الناس ولا نيه بيع ولا شرط ولا يدفع كذا مليون ولا الكلام ده اصلا. واحمد عيد ده هيبقى بكره او بعده موجود في نادي الزمالك. حاجه تضحك والله.